تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة الأوقاف المؤتمر الدولي 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الفترة من 9 وحتى 10 من سبتمبر الجاري. يشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء وعلماء ومفتين من أكثر من 20 دولة، حيث يتناول جوانب مهمة في الفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي وقضايا الخطاب الديني بصفة خاصة، بالإضافة إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعي وبعض الوسائل غير التقليدية في الخطاب الديني والثقافي.